بلا طول سيري الخط ساخن 71-106-111. بلا طول سيري بين بعلبك والشوف وصيدا، هل من الصدفة تولع النيران بثلاث معامل لفرز النفايات خلال أقل من أسبوعين؟ أم هي مؤامرة منظمة لتعطيل عمل هالمعامل؟ أم هي خطة للتغطية على فساد ما بمكان ما ببناء هالمعامل؟ أم في حدا مش طالع عباله هالمعامل تمشي قال يلا خلينا نولعها؟ بنشوف بداية شو صار. موجة حرائق مفاجئة ومستغربة استهدفت أكثر من معمل لفرز ومعالجة النفايات في أكثر من منطقة لبنانية. سلسلة الحرائق هذه بدأت في معمل التل الأبيض في بعلبك في 25 من أيلول الماضي. الحريق أتى على كامل محتويات المعمل وتجهيزاته، وبلغت الأضرار حوالي $1,000,000، وهي قيمة الهبة الأوروبية التي منحت للبنان لبناء المعمل. أدلة بتدل بشكل أكيد أنه هذا الحادث مفتعل وليس قضاء وقدرا. في 8 تشرين الأول الجاري حريق استهدف معمل فرز النفايات التابع لاتحاد بلديات الشوف الأعلى في بلدة بعدران بعد مغادرة العمال. الخسائر أدت إلى وقف العمل بشكل كامل وقدرت قيمتها $150,000. في اليوم نفسه حريق ثالث، هذه المرة في مستوعبات معمل معالجة النفايات في منطقة سينيق في صيدا. لم يؤثر الحريق هنا على سير العمل، ولكن استمرت الشكوك حول أسبابه. 3 حرائق في غضون 13 يوما، هل من علاقة بينها؟ هل هي مفتعلة أم محض صدفة؟ السؤال الأكبر، من المستفيد من وقف العمل في معامل معالجة النفايات في لبنان؟ لمناقشة هالموضوع برحب برئيسة مصلحة التوجيه البيئي بوزارة البيئة الأستاذة لينا يموت، أهلا وسهلا فيك. وكمان برحب بالخبير البيئي والمستشار بإدارة النفايات الأستاذ أنطوان بوموسى، أهلا وسهلا فيك كمان. شكرا لحضوركم. رح بلش من عندك أستاذة، 3 حرائق بأقل من 10 أيام، شو الشبهات؟ شو منعرف عن هالموضوع؟ نحن ما كتير عرفنا عن هذا الموضوع، عرفنا عنه من خلال الجرائد ومن خلال المواقع الإلكترونية ب25/9 مثل ما نذكر بالتقرير. فعلى ضوء هذا الشيء بادر وزير البيئة ووجه مباشرة كتاب للمحامي العام للبيئة بالبقاع بيطلب منه الادعاء على كل ما يظهر التحقيق فاعل أو شريك أو متدخل بإضرام النيران بمعمل لفرز ومعالجة النفايات بمنطقة بعلبك. نحن بدنا ننطر التحقيقات وبدنا ننطر التقارير من الأجهزة القضائية والأمنية تنعرف. نعم طبعا، بانتظار القضاء إذا بدنا نحلل الموضوع بتلاقي في شيء مشبوه، في شبهة أم في صدفة أم قضاء وقدر؟ ما فينا نعرف هذا الموضوع. الأجهزة القضائية والأمنية هي الجهات المولجة بإعطاء التحقيقات وتقصي للحقائق. نعم. طبعا نحن بانتظار كلمة القضاء، بس بهذا الوقت خلينا نحلل شو الاحتمالات. إذا بدنا نبحث بالاحتمالات تصاعديا، فيها تكون صدفة، فيها تكون تغطية على شيء ما، أو في يكون حدا عم يتسلى، أو في يكون إنه في مثل ما بنسمع مافيا النفايات بدها تعطل عمل الفرز. ذكرتهم كلهم. طبيعي هودي كلهم احتمالات. هلا إذا بدنا نشوف الواقع على الأرض، أكيد في مخطط له فترة لتمرير، مش تمرير، صارت واقع هلا. إذا بدك الحل بإدارة النفايات يكون بالحرق، يلي هي سموها انسينريشن أو ويست تو إنرجي، عندها كثير مواصفات أو كلمات. هي بحد ذاتها منا تكنولوجيا غلط أو صممت لتأذي الإنسان، بس مثل المعمل الفرز اللي ما بيمشي صح وما بيتشغل صح ممكن تضر اذا ما تشغلت بطريقه صحيحه. ممكن يكون مثل ما عم تقول حضرتك انه ممكن يكون في مجموعه من الناس عندها هدف
انه كمان ترجع الزباله تصير مش بس ببيروت وجبل لبنان، تصير بكل المناطق. اصلا في بعض المناطق نحن 30% من نفايات لبنان قبل ازمه 2015 كانت طريقه معالجتها بالرمي العشوائي بمطامر عشوائيه الى 10 سنين لحديت اليوم بالقرن ال 21 هي الطريقه المعتمده. فكمان تعميم هذا هالثقافه وهالطريقه المعالجه ممكن كمان تسرع من العالم انها تقبل فكره المحارق. هيدي اول مثل ما بتقول اول يمكن اوبشن. ثاني اوبشن ممكن تكون انه عدم فرز النفايات من البيت عم بيعلي نسبه المخلفات اللي بتبقى من بعد الفرز بهيدي بهالمراكز الفرز، مما عم بيحتم بعدم وجود مطامر صحيه حد مراكز الفرز انه عم تتكدس هالنفايات بقلب المركز عاده لدرجه انه عم بتصير كثير كبيره مشكله حتى للمشغل كيف بالاحرى كيف بالاحرى للسكان اللي هن بالنسبه لهم تا يقبلوا يوثقوا بانه يحطوا مركز فرد بمنطقتهم، يعني اخذوا تعهد من اتحاد البلديات او من البلديه او من المشغل انه هذا المركز ومركز الفرز بيئه صحي. عم بيوصلوا باغلبيه المحلات وعم نلاقي بزياراتنا لهالمراكز انه للاسف يا في نسبه كثير عاليه من السكان اجت من النازحين او من اللاجئين او سوء اداره او سوء تخطيط او رسم للمعمل، عم بتحتم وجود نفايات صارت عبء على المشغل وعلى السكان. ممكن كمان يكون حرقه بطريقه بالليل، ممكن تكون كمان وحده من الاحتمالات. والاحتمال الثالث ممكن يكون تخريبه بكل بساطه كيديه، وممكن يكون صدفه ممكن، بس هذا اخر شيء بنفكر فيه. انه عاده تا يحترق شيء لحاله بده يكون عم ينتج غاز ممكن يولع لحاله، مثل مثلا غاز الميثان اللي بيطلع من تخمر الهواء الى النفايات العضويه، بس هذا الشيء بنعتبره منه مراجح. النفايات عم تبقى هي اغلبيتها منها عضويه. انت عينت او استعلمت عن الاماكن الثلاثه اللي احترقت، شو الاضرار يعني؟ مثل ما ذكر بالتقرير معمل بعدران ما له كثير زمان العمل، له يمكن تقريبا 6 أشهر، بلشوا بمركز فرز، مركز تسبيخ، ومؤخرا حطوا مثل كونفير بيلت او شاط بيوصل معمل الفرز على معمل التسبيخ تيسير النقل للمواد العضويه المفروزه ديركت على المعمل الثاني. للاسف ما كثير تهنوا فيه واحترق بهذه العمليه. لهلا واقف الشغل لحديت ما يقدروا يرجعوا من هلا لاسبوع او اثنين او حتى ثلاثه يكملوا التجهيز اللي راح فيه الشاط، راح فيه الغربال اللي بغرب المواد العضويه، راح فيه الماجنتيك اللي بيشيل المواد المعدنيه الحديديه، وكله من هالمواد كلفتها بين 150 و200 الف دولار. هيدا طلعنا كنا بزياره مع رئيس الاتحاد البعلبك، مثل ما كمان فهمنا انه في حوالي المليون دولار خسائر، وكانت اكبر وحده بيناتهم. وقف بعلبك الشغل؟ هن قالوا انه رح يرجعوا وقف هذا وقف الشغل، وبلشوا يكبوا بواحد من المكبات الموجوده بالمنطقه لحديت ما يشغلوه. كانوا بعد 3 أجمعة المفروض يكونوا قريبا بيشغلوه. وفي صيدا ما صار في اضرار، بس كمان صار في حريق لهالمخلفات الموجوده بقلب الباحه تبعه. نعم. في شيء مشبوه يعني، لابد انه في شيء مشبوه. بموضوع مثلا بموضوع بعلبك خاصه جهات المانحه، يعني بالنتيجه هيدي مصاري منح انعطت للبنان لتنقام هالمعامل، هل صار في مراجعه على الوزاره عم يسالوا الدول اللي حطوا مصاري بهالمعامل؟ معمل بعلبك تم انشاؤه بهبه من الاتحاد الاوروبي من خلال مكتب وزير الدوله لشؤون التنميه الاداريه، وهو بيعالج حوالي 150 طن باليوم. نعم. لما وجه الوزير البيئة الكتاب للمحامي العام البيئي كمان أعطى نسخة منه لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبعد كتاب للوزير مباشر بيقول له في أنه شو الإجراءات اللي تم اتخاذها بخصوص هذا الموضوع. نعم. هل أحداث الثلاثة قدرت رح تأثر على أزمة النفايات اليوم بلبنان؟ بشكل عام أكيد على تراكم يعني النفايات على اكيد يعني هيدا اول شيء له اثار سلبيه على البيئه. اول شيء لما نكون احنا في عنا حرق نفايات معناتها نحن عم يصير في عنا تلوث هواء. نحن بنعرف انه لما يكون في تلوث هواء من حرق النفايات هذا الشيء بيكون من انبعاثات او بيصدر عنه انبعاثات ومواد ضاره. بس هل ممكن يؤدي لتراكم النفايات ترجع النفايات على أكيد الشارع؟ اكيد بدها ترجع النفايات بهالمواقع هاي. حيكون في عنا مشاكل لها علاقه بتلوث المياه الجوفيه بالمياه السطحيه. نعم. حيكون في انتشار للحشرات، حيكون في انتشار للامراض، حيكون في بدل ما نخفف نحن من المشكله ونخفف من انتاج هالنفايات حيكون في عنا تفاقم. نعم. لهذه المشكله. نعم. اكثر يعني بين انطوان عم ندور حوله، بس بالنتيجه مين المستفيد يعني من انه تتعطل هالمراكز الثلاثه؟ في حدا مستفيد؟ مين برايك ممكن يكون المستفيد؟ انا ما عندي فكره ابدا يعني مين
من ممكن يكون مفتعل، ممكن يكون كمان مش مفتعل. يعني خلينا نحن نترك، يعني خلينا ما نبت بهذا الموضوع هلا بحلقتنا، خلينا ننطر. بس ايقاف هالمعامل بمعزل عن مفتعل او مش مفتعل، ايقاف بصب بمصلحه مين؟ ما بصب بمصلحه حدا، لانه الحفاظ على البيئه هي مسؤوليه الجميع. يعني هي بتبدا من البيت للمدرسه للحي اللي ساكنين فيه، هي مسؤوليه كل مواطن. يعني البيئه هي الهواء اللي بنتنفسه، هي المي اللي بنشربها، هي التربيه اللي بناكل من منتوجاتها. ما بتصور يعني انه حدا هالقد مستهدف مراكز فرز النفايات، لانه بالنهايه هذا الشيء بينعكس سلبا على صحه الاولاد، على صحه العائله، على حياتنا. اذا نحن بدنا نعيش بهذا البلد ببيئه سليمه وصحيه، نحن بدنا نحافظ على هالمراكز فرز النفايات اللي هي من ابرز اهدافها هو تخفيف من كميه النفايات وتقليص حجمها، وبالتالي الحد من الاثار السلبيه الناجمه اذا نحن بدنا نعالجها او بدنا طب هل يعني بتوافق معه الراي انه تعطيل هالمعامل فيكون لدفع الامور باتجاه خلق معامل لحرق النفايات بدل الفرز؟ ما بتصور، لانه استراتيجيه وزاره البيئه وسياستها هي بتتضمن حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بتتضمن عدة مبادئ وعدة أمور، من ضمنها التخفيف من إنتاج النفايات، فرز النفايات، معالجتها إما من خلال التسبيخ أو من خلال المعالجة الحرارية، وانتهاء بردم أو طمر العوادم. فكل تقنية، يعني كل مراكز إذا كان فرز النفايات أو تسبيخة أو حرقة، هي بتخضع لدراسة تقييم أثر بيئي موجودة منصوص عنا بمرسوم تقييم الأثر البيئي. وملزم أي شخص بده ينشئ هيك نوع من المشاريع بده يتقدم لوزارة البيئة بهيدي الدراسة، ووزارة البيئة بتراجع هيدي الدراسة وموافقتها ملزمة لا تتأكد من ملائمتها لشروط وسلامة البيئة والتقيد بالمعايير والشروط البيئية. فأي تقنية بدها تنعرض بدها تخضع لهالنوع من الدراسة. هاي أنتوان، بتتوقع أنه يصير في تحرك قضائي، يعني يصدر تحقيقات سريعة أنه تحرك قضائي سريع، أو بتتوقع أنه خلص بتوقع أنه اللي أنا عم تابعه من الناشطين البيئيين أنه عم بيصير في تحركات من الناشطين، من الناس اللي اول شيء هذا مش بس ضروري تكون ناشط، يعني واحد هذه صحته بالنتيجه، عم يتقدموا بشكاوى بطريقه انه عم يجمعوا ادله، صور، تصوير، فيديو، اصوات، حقائق. عم يتقدم خاصه هلا بمنطقه المتن كمان عم يتقدم دعاوى على القليله اذا البلديه مش هي عم تحرق، بس هي مسؤوله عن عدم وجود حريق بمنطقتها، واذا ما راحت تدخلت يعني في تقسيم من قبلها. هذا الشيء عم بيصير بما غير مناطق، مثل ما هلا شفنا انه في بعض المراكز احترقت. بعتقد انه مش ممكن تقطع هيك، بده يصير في تحقيق بسيط، وعم بيصير هذا الشيء حسب متابعتي للموضوع. والجمعيات البيئيه حاطه هذا الموضوع ببالها، يعني ضمن اولويتها هلا يعني متابعه التحقيقات طبيعي لاغلبيه الجمعيات البيئيه عندها احترام الهرم، مثل ما تفضلت المدام، احترام الهرم العالمي لاداره النفايات او للنفايات، مش ضروري ادارتها، بتبلش اول شيء بتخفيف النفايات. هذا الاحترام باخره في الحرق والطمر، فنحن عم نحس في شعور انه اذا ما زبط التمر لانه في مشاكل عليه، اللي بعده رح يكون الحرق، لانه المحارق مركزيه غاليه كثير والكوميسيون عليها عاليه، ففي دائما هذا الشك انه يكون حيلا وحده من هولي ممكن تكون، ما حدا فيه يتهم مثل ما تفضلت مدام، من هلا نعرف ما فينا، بس ممكن كثير تكون هيدي كلها خطوات لنوصل لهيدي طريقه المعالجه اللي هي بحد ذاتها صارت حتى يعني بالسياسات الاوروبيه صارت طريقه قديمه باداره النفايات. هلا فتنا بعهد الزيرو ويست اللي هو توجه عام، ما فينا نقول اليوم فينا نوصل لزيرو ويست، بس لازم نسعى لنوصل لصفر نفايات. أنطوان، استاذ ياموت، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. بننتقل لعند علي. بالنسبه لتويتر، صار في عندنا مئات الاشخاص عم يصوتوا، ولهلا يعني على الاغلب عم يكون النتيجه لصالح تغطيه فساد. عندنا 48% من اللي صوتوا بيعتقدوا انه هاي تغطيه فساد، وفي عندنا 40% اعمال شغب او مفتعله. حنشوف هلا واحد من الفيديوز اللي وصلونا تعليقا على هذا الموضوع. بدي اول شيء اكد انه حرق النفايات جريمه قتل بحق كل اللبنانيين والساكنين بلبنان، ونحن بحركه المواطنه تقدمنا بشكوى جزائيه قبلتها النيابه العامه وتحركت على اساسها، لانه مقتنعين انه هيدي جريمه بحق المجتمع.
في عنا احدى الرسائل اللي وصلت عن طريق الواتساب هي شكوى من مواطنين ضمن بلديه الكفور النبطيه، يعني ضمن البلديات اللي بهاي المنطقه، عم يقولوا انه معمل كفور النبطيه عم يتم حرق نفايات فيه وعم تطلع الريحه، فحبينا نوصل صوت المشاهدين. فيديو تاني خلينا نشوف شو بعثوا لنا. طلعت لكم بفكرة انه ما عارفين وابدوا يحطوا الزبالة، طلعت بفكرة جبل الزبلبلو انه الشاب ينطلق ونقبض مصاري على الزبلبلو، حدا عم بيحاربني هلا حارقين ثلاث معامل زبالة، تذكر ثلاث معامل وما معروف مفتعلة او مش مفتعلة، حدا مفعلة حدا مولعهم عم بيحاربوني برزق اول موسم بطل في زبالة حرقوا. انا طلعت لكم بفكرة لو تخلوهم ما عارفين وابدوا يحطوا الزبالة، طلعت بفكرة جبل الزبلبلو. بدنا نعتذر على الخطأ التقني إذا كنتوا عم تسمعوا اثنين فيديو مع بعض، بتصير أول ناس نحن عم نعمل واتساب فيديو سو بصير معنا شوية أغلاط. بعد الفاصل النائب السابق الدكتورة غنوة جلول وين اليوم وكيف عم تساعد الشباب اللبناني؟ بعد الفاصل الدكتورة غنوة جلول عن التقدم في اقتصاد المعرفة ومحاربة الإحباط والبطالة. للتواصل مع زفان الخط الساخن 71 106 111.